اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامجكم خبور خير. ما زلنا معكم في الغيضه، نطوف فيها ونسلط الضوء على معالمها التاريخيه واسواقها وكل ما فيها. تابعونا. لانها عاصمه المحافظه اكثرنا استطرافا فيها، ما زلنا معكم في الغيضه. أثرنا أن نزور أسواقها وأن نزور مزارعها، أن نزور معالمها التاريخية، أن نلقي نظرة على شاطئها الجميل الذي يكثر فيه طائر النورس، وننقل لكم كل ما فيها، لكن بعد أن نشاهد وإياكم هذا التقرير ثم نعود. كأن البحر يفرد ذراعيه لاحتضانها، هكذا بدت لنا ونحن نسير على الشاطئ الذي يعد متنفسها الجميل، الشاطئ الذي يتواجد فيه طائر النورس بكثافة. إنها الغيضة، عاصمة المحافظة التي بات اليمنيون يقصدونها هربا من جحيم الحرب، ففردت جناحيها لتحتضنهم دون عنصرية أو طبقية أو تمييز، حتى أصبح التنوع فيها لا يخفى على ذي عينين، وكان هذا أهم أسباب نهضتها العمرانية الملفتة في وقت قصير. تلمس ذلك حين تتجول في شوارعها أو تدخل أسواقها لتجد تسارعا كبيرا في حركة البيع والشراء، تعبر عنه زحمة المبتاعين داخل أسواقها التي تشهد انتعاشا اقتصاديا كفيلا بأن يجعل منها خلال عقد من الزمن واحدة من أهم المدن التجارية في اليمن. من بين ثنايا الأسواق انطلقنا لنلقي نظرة على المعالم الأثرية بالمدينة، فيستوقفنا حصن بن غفيلة الذي يتربع بحلته القديمة ولباسه التاريخي قلب المدينة. نظرنا إليه، تحوطه المباني الحديثة كشيخ مسن تجمع حوله الفتيان والشباب ليحكي لهم أساطيرا وقصصا وحكايات وملاحم عاصرها طيلة حياته التي تمتد إلى 400 عام كما يقول المهتمون هناك. اقتربنا لنجده وقورا تحاوطه الأطلال من زواياه الأربع، وهو مستمر كحكواتي يسرد قصة مآثر تنهار تدريجيا بفعل عوامر التعرية من جهة والأعاصير من جهة أخرى، بل توشك على الاختفاء نتيجة العمر الطويل. فقد أسس هذا الحصن التاريخي في القرن السادس عشر على يد عمرين بن غفيلة، ومن هنا جاءت تسميته نسبة لمؤسسه. دخلنا من باب خشبي قديم تغير لونه بفعل حرارة الشمس، لنجد أنفسنا في ساحة قصر يحميه سور بني من الحجارة التي غطاها الطين. يتكون القصر من ثلاثة أدوار، استخدم الدور الأول مخزنا للتمور والحبوب ويسمى بالمهري مودي، أما الدور الثاني فقد خصصت فيه غرفا للنوم ومجلسا للضيافة ومخازنا للسلاح، أما الدور الثالث فيعد متنفسا للضيوف ومقرا لاجتماعات القبائل والشخصيات الاجتماعية.
الحصن يعتبر متحفا تاريخيا تجد فيه كل قديم، سيوف وخناجر وصفائح يمنية قديمة، إضافة إلى أحجار عليها رسوم ونقوش ورموز ذات معان يفهمها القدماء. الأخشاب التي تزين السقف تثير الدهشة والذهول، أخشاب يقال جلبت من سقطرى لم تأكلها دودة الأرض منذ 400 عام. غير أنه بعد إعصار لبان الذي اجتاح المهرة برمتها بات عرضة للانهيار والاندثار، فقد انهار سوره والواجهة الغربية منه جراء تلك السيول الجارفة والأمطار الغزيرة، وهو ما يحتم على الجهات المعنية القيام بدورها في الحفاظ على المعالم التاريخية والأثرية، والذي يعد هذا الحصن العريق من أهمها قبل أن يصبح أثراً بعد عين. أردنا أن نتعرف أكثر على الرقصات الشعبية، فاستمتعنا كثيراً برقصة البدينة التي تشتهر عند النساء على وجه التحديد. زرنا مزارعها وأسواقها وفارقناها دون أن نحصي كل ما فيها، فكل شيء هنا يحتاج حلقة خاصة حتى يأخذ حقه غير منقوص. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نحن نقف الآن أمام حصن تاريخي عريق يعود تاريخ بنائه إلى ما قبل 400 سنة. حصن بن قفيلة الذي يتمركز بالقرب من السوق العام في مدينة القيضة. سنتعرف وإياكم اليوم عن هذا الحصن أكثر وأكثر مع أحد المهتمين بالآثار المهرية، فهيا بنا. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا وسهلا. ساكن طيبين، كيف الحال؟ الحمد لله. ساكن طيبين الحمد لله. خبركم؟ يعني هذه بالمهريه عندنا نقول لها خبركم؟ خبر خير. اهلا وسهلا. مرحبا وسهلا بكم. يا مرحبا وسهلا. اول شيء نتعرف على الاسم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الناشط حسين محمد العضفاني. يا اهلا مرة من مديرية الغيضة محافظة المهرة. هياك حسين، ممكن تاخذنا جولة في هذا الحصن التاريخي العريق، نتعرف اكثر واكثر عن عراقة الانسان المهري وكيف كان عايش في هذا المكان الذي يجهله الكثير من الناس. اولا حياكم الله وسهلا في مديريه الغيضة محافظه المهره. طبعا مثل هذه البرامج تعطينا اكثر وصول للعالم الخارجي بالنسبه للتراث المهري والاثار القديمه والمقتنيات. طبعا هذا حصن يعتبر من الحصول القديمه في محافظه المهره وخاصه في مديريه الغيضة، حصن بن قفيلة التاريخي، هو في وسط مديريه الغيضة. الحصن يعني طراز معماري مهري قديم، يعني يتقسم إلى عدة أقسام، يعني فيها الطابق الأول قسم التموين والتغذية، والطابق الثاني السكن، يعني سكن الأشخاص والأفراد فيها في الطابق الثاني، الطابق الأخير هو الضيوف، يعني قسم الضيافة. نعم، فيها ضيوف يجون من الخارج، فيها شخصيات قبلية، شخصيات اجتماعية تحضر عند في الطابق العلوي. طيب حسين، لو تسألنا إيش اللي يميز الفن المعماري المهري عن غيره من الفنون؟ والله طبعا الفن المعماري المهري له ميزات خاصة. أول بالنسبة لهذا الحصن في عدة ميزات، يعني بالنسبة للأطراف القواعد، عدة ثلاثة قواعد هذه الأطراف، فيها الجنب الخلفي للحصن، في الأمام وفي الجنب الآخر. وطبعا الفتحات الحصون هي عدة فتحات، فيها هو أصلا البنية المعمارية للحصن بناية حربية، يعني حصن حربي. حربي، وهذه الفتحات يعني اعتبر من الطراز المهري في الحصون القديمة، يعني الحربي. وفيها طراز النوافذ وخلف الفتحات يعتبر طراز مهري قديم.
طيب الفتحات هذه لو سألنا عنها يعني ما الذي تعني مثل هذه الفتحات الصغيرة يعني؟ الفتحات الصغيرة بالضبط. أيوة الفتحات الصغيرة هذه تستخدم للأسلحة. الفتحات الصغيرة يعني متارس للأسلحة. في فتحات علوية وفي فتحات سفلية. يعني الفتحات العلوية اللي تستخدم إلى أطلاق النار يعني الأمامي عيد. أيوة وفي فتحات لو تشوف تركز في الحصن في فتحات خلفية يعني تستخدم لإطلاق النار الأرضي. فهمتني ولا لا؟ يعني هذه ميزة بالفتحات. طيب نفسي نلاحظ الحصن ما هو أملس بأكمله يعني كان البناء من الحجرة وكيف من الطين يعني هذا المكان مثلا يختلف عن هذاك المكان. طبعا هذا الحصن هو أصلا حصن قديم وتعرض لعدة يعني فيها قبل أكثر من 60 سنة نجم الأكليل هذا تعرض على الحصن يعني لضربة قوية يعني العصير ضربة قوية وتعرض بشكل كبير للتأثير يعني قديم بحدود كم قديم يعني يمكن في منتصف الستينات منتصف الستينات يعني هذه صفة معروفة عند المهرة نجم الأكليل هذا لما جاء العصار يعني تعرض كثير من الحصون والسيول القديمة. طيب هذا أنت تقصد يعني ترميم هذا الحصن لكن لو سألنا حول عمر هذا الحصن كم عمر هذا الحصن؟ طبعا الحصن قديم جدا يعني حوالي أكثر من 400 سنة 400 سنة عمر الحصن. طيب نشتي نتعرف عن الحصن من داخل أكثر وأكثر مثلا نلاحظ في المقدمة 3 أبواب وين الباب الرئيسي منهم وهذا الباب حق ايش بالضبط وهذا الباب حق ايش؟ طبعا الحصن هذا الباب الرئيسي للحصن الباب الرئيسي وهذا الباب الايمن هذا باب التخزين والتموين في الطابق السفلي طبعا. طيب ممكن نشوف تفضل نشوف نعرفكم على اشياء داخل الحصن بالنسبه للتموين يعني هذا الباب هو في تخزين الاغذيه والتغذيه والحبوب داخل الحصن. ندخل داخل تفضلوا. طبعا هذا مكان التخزين والتموين لو تلاحظون هذه الفتحة العلوية لو تلاحظون هذه يحطون فيها الحبوب حق الطحن وتستخرج من هذه الفتحة السفلية يسحبونها من هنا يأخذونها لو تركز أيوة وتحطها بهذه المكاييل ويأخذونها تركز على الفتحة هذه يخرجون الحبوب من هنا مطحونة يعني الحرق يعني يطحنونه من داخل يحطونه هنا وينزلونه إلى تحت. طيب هذا في الداخل يعني ما له مخرج ثاني داخل؟ لا هذا بس المخرج الوحيد هذا المخرج الوحيد هو من نفسه ينزل إلى هنا ويسحبونه ما شاء الله. والباب الثالث أيضا نفس التموين نعم. هذا الباب الرئيسي وهذه بعض المقتنيات الأثرية القديمة تستخدم زمان في المهرة في محافظة المهرة هذه المقتنيات هذا المحزن هذا الباب الرئيسي للحصن وهذا أيضا أحد المقتنيات القديمة وهذه أحسن مقتنيات السلاح القديم المهري. الخشب يسمى مهقب المهري هذا لتسكير الباب يعني لو نستخدم الأغصان يعني هذا القفل القديم حق الباب القفل القديم للحصن أصحاب. يستخدم إلى الجهة الثانية خلاص سكر هذا يسمى مهك يستخدم تسكير الباب الرئيسي للحصن. طبعا هذا الخشبة هذا يسمى مغسيق. إيش فائدة الخشبة هذه؟ هذا له فوائد عدة. أول شيء لتجفيف الملابس يستخدم لتجفيف الملابس. ثاني يستخدم الذبائح وهذا يتم تعليقه في هذا الخشبة قديم. طيب طريقة السقف يعني نلاحظ أنها قديمة جدا هل تم ترميمها ولا من أول يعني؟ لا من 400 سنة ثابت يعني ما في تغير. لو تلاحظون الخشبيات القديمة لم تتأثر مع عوامل الزمن ما تأثرت جدا. طبعا نعطيكم نبذة بعض المقتنيات القديمة. هذه الصحون القديمة يعني تستخدم التعليق هنا عشان الصوت لما مع الهواء
تتحرك هكذا يعني تهدف الوضع، يعني الواحد يشتي ينام ولا شيء، يعني الصوت تعطي نوع من الاسترخاء للاسترخاء. أيوة هذه الصحون تعلق في اطراف الحصن. وهذه بعض المقدنات الاثريه القديمه استجلبت من الوادي هذه الحجار القديمه. لو تلاحظون في مخططات قديمه، هذه النقوش، النقوش هذه في على شكل ابل هنا. ايوه لو تلاحظون على شكل ابل، وفي مخطوطات قديمه، هذه جلبت من وادي الجزع، هذه الاحجار القديمه. وهذاك الوعل ايضا هناك صح؟ لو تركزون في حاجات مخططات في الاحجار. طيب في اماكن غير هذا المكان في القصر المستكشف؟ نعم في اماكن ثانيه في الطابق الثاني حيث السكن والغرف السكنيه. هذا الطابق الثاني للحصن، ما زال الحصن محافظ على هيبته القديمه. لو تلاحظون هذه النافذه من النوافذ القديمه الحصن، يعني واحد يعتبر لو نسميها صاله الحصن، واحد يشتي يريح ولا شيء جانب النافذه. وبنفس المعمار، بنفس المعمار القديم طبعا. اخ حسين حقيقه شيء مثير للاهتمام، مثير للانتباه ايضا. كل ما في هذا القصر يدعو الى تاريخ عريق. اخذنا هذه الجوله معك، جوله سريعه طبعا، جوله سريعه لكن باذن الله تكون ثريه ان شاء الله وتثري ايضا المشاهد. اولا واخيرا شكرا جزيلا لك. اشكركم طبعا، مشكورين على التواجد معنا في هذا المكان الأثر القديم، وإن شاء الله أننا قدمنا شيء يعني بسيط جدا عشان نبرز التراث المهري القديم خاصة في هذا المكان. طبعا في حصون قديمة في محافظة المهرة كثيرة مثل هذا الحصن وأقدم، لكن نحن في هذا المكان أبرزنا اللي عندنا وهذا ما عندنا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نحن الآن نقف في أعلى شرفة من قصر بن غفيلة، هذا الحصن التاريخي العريق الذي كلما تجولت في جنباته تجد أنه يحوي تاريخا ويحكي تاريخا عريقا يجب أن نقف عنده. كلما في هذا الحصن ينقلك حقا إلى زمن قديم ورائع. هذا إضافة إلى ما يمكنك أن تلحظه وأن تتجول في جنبات هذا القصر، أنه فعلا قلعة حربية شأنه شأن كثير من القلاع الحربية التي مررنا عليها على امتداد المهرة. هذا يعني أن المهرة قديما وحديثا محط أنظار الطامعين، هذا يعني أن هذه البلاد قاومت ولا زالت تقاوم وستقاوم حتى ما شاء الله لها. نحن الآن أمام تاريخ نقف إجلالا عنده وننقله لكم من هذا المكان وفي هذه اللحظات المتأخرة من اليوم. نودعكم في ختام هذه الفقرة، نتابع. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج خبور خير. اليوم في مدينة الغيضة نزور هذه المزرعة التي يتواجد فيها الكثير من المنتوجات التي تستخدم في الأسواق المحلية. سنتعرف على المزارعين وعلى ما يزرعونه وماذا يستفيدون وكيف وما هي العوائق أيضا في هذه الزراعة، فهيا بنا. بالبداية نتعرف على صاحبنا المزارع. ايش اسمك؟ محمد سعيد مبغوط كدة. حياك الله يا اخ محمد. الله يحييك. سعيدين بزيارتك في مزرعتك ايضا. حياكم الله، شرفتونا. حياك الله، الشرف. محمد، لو تعرفنا حول عمل المزارع في مديرية الغيضة، اكيد يختلف عن باقي المديريات، تعرفنا ايش الفرق يعني بين الزراعه والاشياء اللي تزرعوها في الغيضه والاشياء اللي تزرع في المديريات الثانيه؟ احنا عندنا نزرع
قلبيه نادي القديمه هي الرهوط والقصب معروف، والحال الحين حاليا يعني من فتره قديمه يزرعون البقل والجرجير والطماط والكوسه حاجات هذه يزرعونها اللي عليها طلب اكثر شيء في السوق، البقل والجرجير الكزبره يعني المنتجات اللي تستهلك في السوق المحلي. اللي تستهلك في السوق المحلي اكثر تزرع في الغيضه. نعم اكثر تزرع في الغيضه، هذه انتاج يوميه يعني انتاج اليومي. جميل. طيب ملاحظين الكثير من يعني النباتات والخضروات اللي تزرعها في مزرعتك، لو حدثتنا مثلا عن ايش الاشياء الموجوده في المزرعه عندك الان اللي انت تزرعها حاليا؟ انا ازرع حاليا البقل والجرجير والكزبره، وعندي اجرب حاجات جديده يعني ازرعها زي الشمندر وزي البقدونس والخس، هذه تجربه جديده، وقد زرعت كوسه بس عشان أنا ما عندي مبيدات حشريه ما انتجت صراحه. هذه اللي زرعت عادي لحد الحين اللي مجربه، وزرعت كراث والحمد لله كل شيء تمام. اخ محمد، القرب من البحر غالبا المناطق القريبه من البحر تكون فيها الزراعه قليله او تكون منعدمه، انتم يعني كيف يعني جعلتم مثل هذه الارض على قربها من البحر صالحه للزراعه؟ هي صح من قرب البحر الرطوبه هذه تاثر على الزراعه، لكن زي الورقيات هذه الجرجير والبقدونس هي سريعه، وحنا نحاول نستغلها مبيد حشرات باسمده يعني تطلع وما تنتج يعني في مكان واحد تزرعها كم مره ما تصلح لان خلاص ما تطلع مضبوطه، لازم تنقل نزرع هنا فتره الاولى تنقلها فتره ثانيه مكان ثاني عشان تطلع تنتج معك طيبه، لكن في مكان واحد تكررها على قولك قرب الرطوبه والملوحه ما عاد تطلع ما تعبانه. فعلا انا استغربت ايضا وانا اسال احد الاخوه هنا يقول نسبه الملوحه في الماء في هذه المناطق 70%، يؤثر هذا بالتاكيد على الزراعه؟ نعم يؤثر ويسبب ملوحه للتربه بعد. سبب لنا عندك تربه خصبه تنقلب تسقيها بالماء المالح ينقلب الى تربه خصبه. يعني غير خصبه تصير غير خصبه تصير مالحه يسمونها مسقره عندنا. طيب ما يؤثر على طعم الخضروات وال النباتات اللي تزرعوها هنا درجه الملوحه هذه ما تاثر عليها؟ الا درجه الملوحه تاثر على عليها وما تطلع بسرعه هذه، لكن الماء الحلو ينتج طعم حلو، لكن الملوحه تسبب لها شويه ملوحه يعني ما تصير انتاجها زين، لكن ما تصير زي ما يكون الماء حلو. هذه واحده من تجاربك كما قلت صح؟ قبل كم فكرت تزرع الشمندر في المزرعه؟ هذا من دخول الشتاء انا حاولت ازرع حاجات يعني جديده اقول اجربها تطلع ولا ما تطلع، والله انا اتوقع اني اول شخص لكن يكون احد سبقني الله اعلم، فانا اول شخص اظن نفسي اني جربتها لانها البذور ما توجد عندنا في هنا في المهره، ما عندنا زي المناطق الثانيه ما شاء الله. طيب لو سألنا الشمندر هذا ايش يستفيد منه واحد او كيف يستخدمه؟ او والله الاستخدام هو زي يجي زي الدم يعني لما تاخذه، وانا صراحه ما نعرف احنا اصحاب المهره كثير، هذا يجيك زي الدم يستخدمونه يقولوا الدم يسوونه عصير، اظن اصحاب الشام يسوونه سلطات، وهو شمندر ونحنا صراحه ما لنا خلفيه فيه واجد لكن هو صحي. جربت البقدونس. طيب وين شي بقدونس قريب؟ في موجود ممكن نوصل له؟ موجود ورانا. طيب ماشي قدامنا ماشي هذا النعناع، هي موجوده هنا تزرع من قبل هي اول مره، وهذا جرجير وهذا زي الجرجير يزرع من زمان عندنا. الجرجير والنعناع والطماطم هذه من المنتجات الموجوده من سابق في الغيضه. هذه يعني معروفه من سابق الموجوده هنا، الطماط والجرجير والبقل والكزبره
هذه يعني معتاد عليها دائما يزرعونها. وحاجات فيه يمكن ثانية أنا نسيتها تزرع. طيب أخ محمد، نلاحظ الطماطم يعني كلها منتهي، يعني راح الموسم حقه ولا كيف بالضبط؟ هو الحين في نهاية موسمه، لكن نفس الشيء في له حشرات ويبغى له انبيدات بعد ما تتوفر بكثرة هنا، ويبغى له شيء حماية يعني، ولا سميدة نفس الشيء، ما يوجد إلا السماد الأبيض هذا الكمبوست وما أدري إيش غير هذا كلاسيميدا، لا ما هي موجودة عندنا، ما في موجود إلا السماد الكيماوي هذا الأبيض. طيب هذه الأدوية نفس الشيء ما تأثر على التربة؟ لا ما تأثر، هي على التربة هي مضادة حماية أمان من الحشرات وذا، ما أظن أتوقع أنها تأثر على التربة. لو سألناك حول قضية طريقة بيعها وكذا، يعني الناس يأتون يشتروا منك من هنا ولا أنت تأخذ منها وتورد للسوق ولا كيف؟ لا والله أنا اللي أخذها وأربطها حزم يعني المعروفة في السوق وأوديها للسوق. يعني أنا للبسطات اللي في السوق اللي أوزع لهم يعني لكل واحد كمية اللي تكفي. جميل. ففلهم غيرهم في غيري موردين يعني أنا مو بنا وبس. يعني طيب كيف الدخل حق هذه المنتجات المحلية؟ الدخل كبير أو قليل؟ والله الدخل على حسب الكمية اللي تزرعه، وله الدخل الحمد لله طيب، و يعني اللي عنده إنتاج أكثر ينتج يحصل دخل أكثر. على حسب الإمكانية، كم شخص كم تقدر تنتج وكم توصل للسوق، يعني كم تقدر تقطف وذا. عندك مزارع مساحة كبيرة تنتج دخل أكبر. عن نفسي أنا دخلي مو بذاك يعني محدود. إن شاء الله مع هذه التجارب اللي تقدمها تتطور أكثر وأكثر، نشوفك عندك مزرعة أكبر من هذه. طيب هذه الشجرة لو حدثتنا عنها، إيش حق إيش هذا؟ هذه شجرة اللباء، يعني تسمعون بها شجرة اللباء، نسميها الفيحس. هذه أغلبية متوفرة في عمان. هذه اللي حاليا في جبال حوف تكاثر. هذا اللبان صح؟ هذا اللبان. هذه موجودة في جبال حوف من كثير. وهذا هو اللبان. طيب كيف تمكنت من زراعتها في مدينة الغيضة؟ هل هي قابلة للزراعة في أي مكان أو لها طريقة معينة؟ هذه مزروعة من قبل الشاي، وكان ويضان الله يرحمه كان زرعها جايبها من حوف، أو توقع أنها من حوف وزرعها، وهي على ما شفت أنت يعني صالحة تزرع هنا ما دام أنها طلعت، وفي موجودة منها عندنا في وادي خموري يعني كذا، ما حد زرعها طالع من نفسه من زمان. طيب نتعرف على المنتجات الأخرى المزروعة قدام. تفضل. قدام فضلك. هذا الكراث. هذا الموجود نفس الشيء من المنتجات المتوفرة في نعم في المهرة. نعم متوفرة الكراث، متوفرة نفس البقل والجرجير والكزبرة. كم يحتاج المدة حتى يعني تزرعه ويكون جاهز للحصاد؟ الكراث ياخذ له تقريبا شهرين او اكثر، بعدين نقص القصة الاولى، وبعدين القصة الثانية اللي تبيع فيه، ما القصة الاولى تروح. يعني تقدر تقول ان القصة الاولى كلها تكون بدون فائدة ولا كيف؟ يعني ما تستفيد منها هي. الريح هنا في هذا الجو الجميل. بسم الله. طيب كنت تحدثنا عن الكراث، قلت لي في البداية يعني يكون طعمه متغير أو كيف يعني حتى يجهز؟ لا هو في البداية يكون لما يطلع يكون حطيط، يعني ما هو مرغوب في السوق. يعني لما بعدين ياخذ بداية ياخذ يطول يعني تقريبا شهرين، تقص هذه اللي ما مرغوب فيه بعدين ترميه، بعدين يجلس ممكن من اسبوع لعشر ايام وخلاص تقصها ثاني مره، ما عاد يطول. هذا اللي مرغوب في السوق تكون اوراقها عريضه وطعمها احسن. طيب والبقل ايضا كم يحتاج فتره حتى تزرعه؟
البقل ما ياخذ فتره طويله، يعني ياخذ له من 25 يوم الى 35 يوم 40 يوم ما تودي السوق خلاص. اقربين 30 يوم نودي السوق. نفسي حدثتنا اخ محمد قلت ان في فرق يعني بالزراعه بين المزروعات اللي كنت تزرعها من سابق زي الاعلاف الحيوانيه والمزروعات اللي تزرعها الان، ايش الفرق؟ ليش ما وصلت من المزروعات السابقه النباتات؟ انا حصلت ان المنتجات هذه مطلوبه يوميا وتعتبر دخل يومي ومستهلك في السوق اكثر من كان سابقا، فصارت الناس الحين ما شاء الله المدينه كبرت وصارت لها طلب. ويمكن طريقه زراعتها اسهل من النباتات الاخرى. نعم، ان العلف ياخذ يطول من شهرين ثلاثة شهور، اما هذه تاخذها شهر وتنتجها يعني، ويعتبر انتاجها يومي. يعني كل ما انتجت يعني تنتج كل يوم تقدر تودي السوق تنتج تدخل يوميا. هذا الاعلاف ما تدخل يوميا، يعني ثلاثة شهور تاخذ لك دفعه. هي ارباحها افضل اكثر من الخسائر. اي شخص يعمل مزرعه واللي عنده مزرعه يعني توفرها انا اشجعه انه يسوي منها المنتوجات هذه. يعني في حاجات كثيرة ممكن تطلع هنا ولو في واحد عنده مكانيات يعني ينتج، وصارت المدينة طلبها أكثر من الإنتاج، وهذه شيء طيب واحد يزرع وينتج ويصير من إنتاج البلاد. أخ محمد لو حدثتنا عن أيضا تجاربك الأخرى التي حاولت زراعتها ولكن ما توفقت فيها، لم تصلح للتربة أو للماء، إيش الأشياء الثانية اللي زرعتها؟ انا زرعت في اول دخول الشتاء زرعت الخيار، جربته وطلع يعني انتاجه اول ما بدا يطلع انتج لكن ضعيف، وبعدين مرض صارت زي الحشرات فحاولت القى مبيدات ما لقيت المبيد، وانا صراحه خبرتي في الخيار وهذه ضعيفه فما ضبطت معي، ولا اما طلوعه ما شاء الله ما يحتاج طلع تمام وكل شيء، بس تبقى لها يمكن بيوت محميه يبغى لها شيء عشان من الحشرات، وانت عارف الرطوبه انا جنب البحر قريب فهذا يمكن هذا. والكوسه بعد انا زرعتها ما شاء الله طلعها طيب لكن الانتاج ماشي كلها، هذه يسمونها الدوده القرعيه ما حاولت ارشها بمبيدات عاديه، هذه اللي عندنا ما ضبطت معها. يعني الحشرات هي اكبر خطر على المزارع نقدر نقول؟ نعم، اما الحشرات من الانتاج الخضروات هذه هي يعني خطر يعني ما اذا ما كافحت، هي انتاجها سريع الخضروات، فاذا ما كافحت الحشرات تضيع عليك الخضره. طيب طريقه الري هل تاثر ايضا على الخضروات؟ لان الملاحظ اكثر شيء الاستخدام في المهره يستخدموا الري عن طريق هذه ال كما نسميها العتم، ما تاثر على هذه الخضروات؟ لا، هي العتوم ما تأثر على الخضروات، إنما تأثر عليك أنت باستهلاك الماء. لما تكون عندك عتوم طويلة يعني الماء ما يوصل إلا متأخر. لما أنا عن نفسي جربت قصب المواسير هذا البلاستيك حصلت أفضل من العتوم، يعني أصلع هذه القصب أمامنا يعني يوصل الماء سريع. لو تمشي هنا يمكن المعال جو الحرارة وذا الماء يروح في التربه قبل ما يوصل، توصل سريع وايضا تقلل الخسائر وكل استهلاك الماء. معي بير داخل هناك وخزان، مسوي لي خزان، ومعي قطاس من اصحاب الزراعه من منظمه اليونيسيف، وما قصر معنا المدير سعيد القميري، والحمد لله الامور تحسنت. طيب لو ذكرنا لبان، اعصار لبان الاخيره اللي خرب يعني الكثير من الاشياء من ضمنها خرب على المزارعين اكيد، ايش الاشياء اللي كنتوا قبل اعصار لبان يعني مستفيدين منها في المزارع وبعد الاعصار ما تمكنتوا تزرعوها؟ اعصار اللبان خرب على المزارعين وغيرهم، خرب على الجميع، هذه يعتبر فيضانات. فمزارعين كثير على ما انت شايف وادي الجزع كانت مزارع ما شاء الله ينتجوا اعلاف وخضروات وينتجوا يعني مغطيين المنطقه، فلحد الحين صار الاعلاف اكثر انتاجها من الوادي كله مستورد. ايضا مستورد، نعم، مزارع جيران من الوادي من سيحول من المديريات الاخرى. من المديريات الاخرى. نعم، كما قلت اللي كان يعرف الغيضه قبل اعصار لبان
يعرف مزارع الغيضة وحجم يعني الزراعة المتوفر فيها بين الخضروات وكذلك العلاف الحيوانية وغيرها من الفواكه التي تزرع أيضا. طيب في مزرعتك هنا ما في فاكهة يعني الفواكه البسيطة اللي تزرعها هنا في المزرعة؟ أنا صراحة جربت المنجو بس ما طلعت ومات، وجربت الموز والحمد لله عدى لحد الحين يعني طلوعه زين. والثاني الفواكه ما جربت الباباي بس شجره واحده واشوف انتاجه زين، وانا صراحه من بعد اللبان عاد تعتبر تقول اننا مبتدئين بعد عصار اللبان زراعه مبتدئه والحمد لله امور طيبه. طيب اخ محمد سعيد ما قصرت على استضافتنا في مزرعتك، والوقت للاسف يداهمنا، وإن شاء الله نكون لنا زيارات أخرى إلى مزارع المهرة بشكل عام نتعرف أكثر وأكثر عن ما يزرعونه في المزارع، عن إيش العوائق اللي تصادف المزارعين، وإيش الأشياء التي يطوروها المزارعين مثل محمد سعيد كالزراعات الجديدة. وأنتم مشاهدين الأكارم أكيد تابعتم معنا واستمتعتم في هذه الفقرة، فكونوا أيضا معنا في الفقرة التالية. مشاهدينا الأعزاء، تتنوع الرقصات النسائية في محافظة المهرة، ولكن تبغى الرقصة الأساسية هي رقصة البدينة. اليوم في برنامج خبور خير سنعرض لكم هذه الرقصة لتشاهدوها معنا، ستقدمها لنا هذه الزهرات في مديرية الغيضة.
إذن هكذا مشاهدين الكرام شاهدتم كثير من الرقصات الشعبية في محافظة المهرة، منها هذه الرقصة التي قدمتها هذه الزهرات الرائعات، رقصة بدينا، والكثير والكثير من الرقصات الشعبية والموروث الشعبي الذي توارثه أبناء المهرة، سلطت الضوء عليه في خبور خير وتوقفنا عند هذه الرقصة البدينا. نتمنى أن نكون قد ألممنا بهذه الرقصة إلماما كافيا. نتابع. ونحن نغادر الغيضة صادفتنا هذه اللوحة التي تودعنا، وقفنا عندها لنودعكم أنتم أيضا، ونلقاكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.